بداية، ما هي آخر المستجدات في التفجير الذي استهدف المجمع الحكومي بالمحافظة؟ حياك الله، أهلا وسهلا فيك. طبعا بالنسبة للأحداث التي حدثت اليوم في محافظة لاحج وخاصة في مبنى المجمع الحكومي، فحسب إشادة مصدر أمني أن هناك سيارة مفخخة جاءت إلى القرب من بوابة المبنى وانفجرت هناك، واستطاع الحزام الأمني الصد لها، ولكن حصلت عملية اقتحام لمجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري، وهذه الجماعة توغلت لداخل المبنى، ولكن من خلال يقظت أبناء الأمن والحزام الأمني تصدت لهذه الجماعة واستطاعت أن تفشل المخطط الذي حاولت أن تقيمه. نعم، بالنسبة للضحايا، هل هناك إحصائية دقيقة لعدد القتلى سواء من الجنود أو من منفذي الهجوم؟ طبعا حتى الآن من الصعب إيراد حصيلة صحيحة لعدد الضحايا، ولكن الانفجار حدث في وسط تجمع سكاني، تجمع بشري متواجد أمام البوابة، خاصة المواطنين الذين يتوافدون لتأدية بعض الأعمال وأيضا لمتابعتهم داخل المجمع الحكومي، وأيضا أفراد الحزام الأمني المتواجدين لتثبيت الأمن وحراسة المبنى. نعم، تشير المعلومات الأولية عن سقوط ما يقارب 6 قتلى من أفراد الحزام الأمني، وعدد من المهاجمين الذين حاولوا اقتحام المبنى وتصدي لهم وتم مطاردتهم، والآن تتم مواجهات في المزارع القريبة من المبنى. نعم، يعني هل كان المحافظ الخبجي أو أي من القيادات في السلطة المحلية متواجدة أثناء الهجوم؟ لا، بالنسبة لقيادة المحافظة لم تكن متواجدة في المبنى، بل حدث الانفجار بعد خروج نائب المحافظ الذي هو الآن يقوم بأعمال المحافظ، لأن المحافظ في سفر خارجي إلى دولة مصر العربية لتلقي العلاج، ولم يكن متواجد في المحافظة منذ حوالي 10 أيام. حصل الانفجار في ما بين يعني خروج العمال والقيادات من المبنى، ويعني ما بعد الدوام الرسمي تقريبا. نعم، هل اعلنت اي جهه تبنيها للهجوم حتى اللحظه؟ حتى اللحظه لم ترد اي افاده من اي جهه ما حول تبنيها لهذا الهجوم، ولكن تشير اصابع الاتهام الى نفس الجماعات الارهابيه التي دأبت منذ فترة طويلة على تنفيذ مثل هذه العمليات الإجرامية والحزام الأمني والقوات الأمنية، وذلك لتحقيق رسائل أو لإرسال رسائل معينة للقيادات، خاصة القيادة الشرعية، بأنها متواجدة وتستطيع أن تؤثر على قطاع الجهاز الأمني في المحافظة وفي مناطق أخرى. ولكن مثل هذه العملية التي تمت كانت بصورة لم تتمكن من تحقيق اي نتائج نتيجه لتصدي رجال الامن بشكل سريع ومباشر للعربه المفخخه التي حاولت اقتحام المبنى. نعم. وكان الانفجار الذي حدث بمسافه بعيده لا تزيد عن 10 أمتار، وكان سقوط الضحايا نتيجه للشظايا التي انتشرت في المنطقه ونتيجه لوجود عدد كبير من المواطنين امام البوابه.